FM. الكلمة ليك. باهي انت متأثر بالمذيعين المصريين في الستيل هذا هكا حسب ما فهمت معناتها. اي يعجبني برشا مذيع اسمه أسامة منير. اي تركي في الشام انت لقت. اهلا وسهلا بك وحلقة جديدة من برنامج أيوة. انا والنجوم وهواك. مستقبلين تليفوناتكم على 72 300. مازال موجود غادي هكا معناتها برامج يا ودي الراجل كي يخرج في الشارع هذايا. انا مره ريت بعيني معناتها ما صدقت. اي تي انا تامر حسني وانا درسنا معناتها ما عندكش فكره الراجل في الشارع غادي من ستار. اي وانت معناها يبدا انا كومار. لازم تولي ستار ان شاء الله. هذيك زي ما كل الببليستي القديمه احفر انا. كابا فان الكلمه ليك.